ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. سعادة السيد السلوم، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع، وهو الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي؟ أشكركم على الاستضافة. وفي البداية نهنئ القيادة الرشيدة وشعب البحرين على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الدبلوماسية السياسية للمملكة، وبات لها صوتا مؤثرا في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأيضا نؤكد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من خلال هذا التواجد في الاجتماع الأول لحوار الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على تعزيز التكامل الخليجي في الشؤون السياسية والأمنية والدفاعية، وأيضا أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وفي مقدمتها طبعا كان وقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين، تلبية احتياجاتهم الإنسانية، وأيضا ترسيخ السلام العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وأيضا تأكيد التعاون الدولي لضمان التدفق الأمني والأمن لحركة الملاحة والتجارة الدولية بما يحفظ الأمن والسلم لكل الدولتين. وأنا في وجهة نظري أعتقد أن مملكة البحرين لديها، وأكد أن لديها خبرة وتجربة جدا مميزة في هذه المجالات، وخاصة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر التي خطت فيه مملكة البحرين خطوات كبيرة وواثقة وغير مسبوقة على الصعيد الإقليمي. وجودها في هذا الاجتماع مع أخواتها دول مجلس التعاون راح يفيد من هذه التجربة، راح يكسب الجميع خبرات متبادلة بإذن الله تعالى. سعادة النائب، في سياق ما ذكرته الآن نريد تسليط الضوء ولو بشكل مختصر حول أثر تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية على الملفات والقضايا التي تهم الجانبين بلا شك، سواء في مجال الأمن، مكافحة الإرهاب، منع الانتشار النووي، مواجهة الكوارث، الأمن البحري، وأيضا الأمن السيبراني بشكل مختصر. أنا أؤكد أن الاجتماع أكيد سيلعب دورا مهما إزاء بحث قضايا الأمن البحري والسيبراني وأمن الطاقة والإمدادات الغذائية العالمية، كذلك منع الانتشار النووي، وسيساعد على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالملفات الحساسة بالمنطقة مثل الانتشار النووي والأمن السيبراني والذي يمثل خطر حقيقي القادم مع التقدم التكنولوجي بشكل مذهل مثل ما احنا نشوف الآن. وسيساهم أيضا في توضيح رؤية دول الخليج، دول مجلس التعاون ودول الخليج في هذا الصدد، وخاصة أن بعض هذه القضايا يهم أمنها القومي بشكل مباشر. وكذلك فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة الكوارث وإدارة الطوارئ، إلى جانب متابعة الأوضاع العالمية مثل تطورات الأوضاع في أوكرانيا والقرن الأفريقي. وأعتقد أن مملكة البحرين لها دور وحضور طيب وعلاقات مميزة على الصعيدين الدولي، وباتت تلعب دورا مهما من انتشار والحد من انتشار الحروب وأقرار السلام على مستوى العالم. وهذا نهج اتخذته مملكة البحرين وسار عليه أيضا جلالة الملك منذ تولي مقاليد الحكم. إذن سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.